بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هتكلم على انا عايز اعمل ايه في محتوى القناه بتاعتي، عايز اوصل بقى لفين. احنا اتكلمنا شويه، عملنا يعني ريفرنس بسيط كده في القهوه وماكينات القهوه، حبوب القهوه بتتجمع ازاي وايه العمليات اللي بتجرى لها، عمليه ماكينات التحميص وعلم التحميص، حاجات بسيطه ان شاء الله نكمل. وبعد كده المطاحن، وبعد كده عملية التخزين قبل الطحن، عملية التخزين وازاي بنخزنها، وبعدين المطاحن، وبعدين ازاي بنسويها. هتكلم ان شاء الله تاني في مستوى تاني او في تراك تاني عن الشوكولاتة، الكاكاو بينز ازاي المزارع بتاعتها، البلاد المشهورة بيها ازاي بنجمعها، ازاي بنعالجها، ازاي بتوصل لان هي تبقى حبوب متحمصة، وبعدين ازاي بنوصلها بنعملها كراكينج او بتبقى حبوب اللي هو الكاكاو نيبس او الكوكو نيبس، وازاي بنعمل لها كليننج، بنشيل الشاف او القشره، وبعد كده بتدخل ازاي بتعمل لها طحن، عمليه جرايندينج، وازاي بنحصل على زبده الكاكاو، وبعد كده عمليه التصنيع الخاصه بالشوكولاته وانواع الشوكولاته والشوكولاته المحشيه، وعمليه الميلتينج، وعمليه المولدينج، وعمليه التيمبر، وماكينات الشوكولاتة كلها بكل أنواعها، من كراكنج، من ماكينات تحميص خاصة بحبوب الكاكاو بينز أو الكوكو بينز، للكراكنج ازاي بنعمل لها تكسير ونحصل على الكوكو نيبس، وعملية الفرز، وبعدين ازاي بنعمل لها جرايندينج في ماكينات الجرايندينج، وبعد كده الكونش وعملية الكونشينج والبولمر والميلتينج والتيمبرينج. ده مسار الشوكولاتة. ان شاء الله هنتكلم على فيلد تاني اللي هو ال HVAC سيستم او الهيتينج فنتليشن اير كونديشنينج، ده خاص بالتبريد والتكييف. ازاي بنصنع الفريزر، ازاي بنصنع الريفريجريتور، ازاي بنصنع الشيلر، ازاي بنصنع الديسبلاي ريفريجريتور، ازاي بنصنع التلاجة والفريزر، وازاي بنصنع تلاجة العرض، ازاي بنصنع ما يسمى بالبلاست فريزر. انا ممكن يكون يعني خبرتي في عملية التصنيع في البلاست فريزر مش كبيرة، بس المعلومات دقيقة جدا عندي. ده بالنسبة لمجال التبريد والتكييف. ممكن نتكلم عن ماكينات السي ان سي، ودي خبرتي طويلة جدا فيها، ومع العلم ان انا ممكن استفادتي المادية منها ضعيفة. ماكينات السي ان سي في مجال الوود ووركينج، الاخشاب، الفرنتشر، ماكينات السي ان سي في مجال الماربل اند جرانايت، الرخام والجرانيت، ماكينات السي ان سي في مجال الميتال، السي ان سي في مجال الاخشاب، سواء بقى الراوتر وان هيد 3 اكسس اكس واي زد 4 اكسس، الماكينات المتطوره سواء الايطالي اللي هو زي الباتشي، زي المالتي كامز. علم نفسه، علم السي ان سي كجي كود وام فانكشنج، ازاي نفهم الموضوع ده، ازاي نفهم الاوبريتنج سيستم بتاع الماكينه، ازاي الماكينه بتعمل كومبايليشن للجي كود والام فانكشن، وكل ماكينه بتختلف عن بعض، انواع البرامج اللي بنعمل عليها الديزاين، والبرامج اللي بنعمل عليها الماشيننج زي الارت كام والبارميل والالفا كام، دي حاجات متخصصه قوي في مجال الاخشاب، وممكن الماستر كام في مجال بقى المعادن، الماستر كام والكام ووركس ده جديد في البيلت ان مع السوليد ووركس. ان شاء الله انا ناوي يكون في ماده علميه، سواء بقى حصل استفاده ماديه منها او ما حصلش مش مشكله، يعني لان انا بالنسبه لي استفدت كتير جدا من الانترنت، سواء بي دي اف قرأتها وزودت معلوماتي، سواء فيديوز اتفرجت عليها في اليوتيوب او غيره، سواء منصات تعليميه في اسئله في اجابه. فان شاء الله اتمنى ان انا اكون مشارك في الموضوع ده. يبقى ان شاء الله انا اتكلمت وحطيت حجر اساس لماكينات القهوه، عمليه التحميص، علم التحميص، ونوصل فيه ان شاء الله لمستوى كويس جدا، مستوى كويس جدا، ووصلنا ان احنا اي حد عايز ياخد ماستر كام
روست ماستر يقدر ياخدها، عمليه الكابينج وازاي نحسبها والداتا شيت وازاي نعمل ماركينج لكل حاجه، للبرايتنس للاسيديتي للبالانس للكلاريتي النقاء سواء هنستخدمها بشكل مانوال نوتس او ممكن نستخدم برامج زي الكروبيستا. في مثلا في مجال التبريد والتكييف زي ال HVAC system او الهيتنج فنتليشن اير كونديشنينج، هتكلم على المكونات الرئيسيه اللي اي داير التبريد، كومبريسور كوندنسر ليكويد ريسيفر فلتر سايد جلاس، عمليه التغيير البريشر اللي هو ما يسمى بالكابلري او الاكسبانشن فال، وبعد كده الايفبريتور او ملف التبريد، وبعد كده الفيدباك وازاي نتعامل مع الفيدباك او الريتين او السكشن، ازاي نحط مثلا نحط اكيوميليتور وفايده الاكيوميليتور، بالنسبه مثلا لعمليه في التبريد والتكييف في المسار اللي هو بتاع السبلاير اللي هو كومبريسور كوندنسر ليكويد ريسيفر فلتر سايد جلاس. في المرحله دي بيحصل ما يسمى بالاوفر هيتنج، وهنشرح يعني ايه اوفر هيتنج وازاي بعمل فنتليشن كويس جدا عشان الدايره تبقى مظبوطه، وازاي احسب وازاي اقرا الكمبريسور واعمل حسابات بتاعتي، كومبريسور قد ايه يركب معاه كوندنسر قد ايه، الكابلري بتاعه الماتشنج بتاعه ازاي، عمليه تغيير الضغط من ضغط عالي لضغط واطي ازاي مع الضغط العالي بيحصل ما يسمى بالاوفر هيتنج، مع الضغط الواطي بيحصل ما يسمى بالساب كولينج اللي باخد منها الهواء البارد اللي بستفاد منه في عمليه التبريد، سواء في الثلاجات في فريزرات سواء في عمليه كونديشننج للغرف الاوض يعني وكلام من ده، او للاماكن اللي احنا عايزين نعمل لها كونديشننج. ده بالنسبه للفيلد الاتش فاك سيستم او التبريد والتكييف. فيلد ماكينات السي ان سي ان شاء الله يكون ليها فيها باع كويس جدا، يعني انا حاسس ان انا دماغي تركيبتي خبراتي كلها متخصصه في مجال السي ان سي، من برامج ديزاين زي سوليد ووركس وراينو وغيرها. انا ممكن احط الاوتلاين ازاي تعمل الديزاين وازاي تحسب ازاي تعمل ازاي تظبط السيرفيسز ازاي تتاكد ان السيرفيس السليمه ينفع تعمل عليها ماشينينج، وبعد كده عمليه الماشينينج ازاي بعمل ماشينينج بقى بالبرامج بقى المتخصصه زي الارتكام زي الباور ميل زي الالفا كام. دي برامج كويسه جدا في مجال الاخشاب، الالفا كام طبعا عالي جدا بيستخدم في الماكينات اللي هي الفايف اكسس والسيفن اكسس. في مجال المعادن ازاي نتعرف على مثلا سيستم الفانوك سيستم سيمنز، ازاي ابدا اتعامل مع الماكينه احدد التولز واعمل ديجيتايزنج للتولز اي سي تولز. ده بالنسبه للسي ان سي. يبقى انا كده ان شاء الله اتكلمت في مجال الكوفي بينز حبوب القهوه وماكينات الخاصه بالقهوه وحبوب القهوه، اتكلمت عن عمليه التحميص كعلم، موضوع شيق جدا ومعقد جدا ومفيد جدا. ممكن نتكلم بعد كده على الكابل، انا حطيت ريفرنس، انا لسه ما عملتش فيها حاجه، انا حطيت ريفرنس بسيط وان شاء الله اكمل عليها ان شاء الله قريب جدا، يمكن في اقرب وقت هعمل حلقات خاصه بالشوكولات. لو بصينا على الشوكولات هلاقي في كاكاو بينز، دي في بلاد متخصصه في الموضوع ده وفي مزارع لحبوب الكاكاو. الثمره ازاي بفتح الثمره وبعمل ما يسمى بالبالبينج، باخد بقشر الثمره وباخد الحبوب عليها ماده كده زي ماده صمغيه، الماده دي هي الشجر، المكونات الرئيسيه للشجر. ازاي بحطها في صناديق خشب بشكل معين بحيث ان ما يدخلش الهواء والاكسجين ويحصل لها ما يسمى بالفيرمنتيشن. فيرمنتيشن يعني بدي فرصه للفطريات اليست الاورجانيزمز المواد الكائنات الدقيقه البكتيريا ان هي تتغذى على هذه الماده الصمغيه.
وتعمل طبقات معينة على الحبوب. دي أول عملية للفيرمنتيشن، باخدها بحطها في صناديق تانية. طبعا العملية دي مفيش فيها أن أيروبيك بروسيس. بعد كده بعملها أيروبيك بروسيس، عمليات هوائية. بساعد تكون ما يسمى بالإيثانول الخاصة بالحبوب البينز، دي بتديها بقى النكهة والكلام من ده. والإيثانول نفسه بعد كده في المراحل اللي بعد كده بعمل هيتنج بشكل معين، هيتنج خفيف من 80 ل 90 فهرنهايت، يعني من 15 لحاجة و20 25 درجة سيليزيوس. بتكون ما يسمى بالأسيديك وبعد كده باخدها بحطها في صناديق تانية، طبعا يومين يومين يوم يوم، بحيث ان انا في الاخر بحصل على منتج اللي هو الكاكاو بينز. باخدها بعد كده بعمل لها عملية تحميص، هنتكلم في عملية التحميص وازاي، هنتكلم في كل المراحل دي. وبعد ما احمصها ازاي عليها قشر، ازاي بعمل لها كراكنج، بشيل القشر دي وجواها بقى اللوب بتاعها، ازاي بقى بعد ما بعمل كراكنج احصل على الكوكو نيبس، ازاي افصل اعمل لها كليننج، افصل القشره، وبعد كده اخدها دي واعمل لها عمليه طحن، ومنها من عمليه الطحن بقدر احصل على الكوكو باتر، زبده الكاكاو، واقدر اعمل ريسبي ازاي احصل على الشوكولاته الغامقه، الشوكولاته الفاتحه. وبعد كده عمليه المولدنج والقوالب والمواد المصنع منها القوالب، عمليه الميلتنج، ماكينات الميلتنج وانواعها. بعد كده عمليه التمبرنج مهمه جدا، التمبرنج اللي هي بتعمل للشوكولاته ما يسمى بالكريستلايزيشن. الشوكولاته بسخنها لدرجه هي بتسخن مثلا ل 45 وبنزلها مثلا ل 28 وبعدين برفعها تاني ل 30 وانزلها ل 29 وارفعها ل 30 انزلها ل 28. ده بتدي نوع في الشوكولاته، تحس ان الشوكولاته صلبة، ما تكسرها كده تسمع صوتها، تحس ان صابع الانسان ما يأثرش في الشوكولاتة، تحس ان الشوكولاتة في تشايني بتلمع. الشوكولاتة دي قابلة ان انا اقدر احشيها، الفترة العمرية للشوكولاتة بتلاقيها اطول. ده بالنسبة لمجال الشوكولاتة. مجال التبريد والتكييف مجال شائك جدا، صناعة الثلاجات. ازاي بعمل الاول ديزاين باستخدام مثلا برامج زي السوليد ووركس، وبعد كده ازاي بحسب الانسوليشن بتاع الماكينه، وبحسب المنطقه اللي انا عايز اعمل لها كولينج، على اساسها بقدر احدد الكمبريسور، اقدر احدد مكونات التبريد، كومبريسور، كوندنسر، ليكويد ريسيفر، فلتر، سايد جلاس، كابلري او اكسبانشن فالف، حسب نوع الدايره. الدايرة لو مثلا دايرة بحتاج منها كولينج عالي جدا يفضل ان استخدم مثلا اكسانجن فالف، عايز احدد الكولينج بشكل معين يبقى كابلري. وبعد كده بدخل على الايفابوريتور، الجزء اللي باخد منه الهواء البارد. ان شاء الله نتكلم بشكل كويس جدا فيها. ماكينات السي ان سي سواء في مجال الاخشاب، الفرنتشر، وود ووركينج، 3 اكسس، 4 اكسس، 5 اكسس، 7 اكسس، بكل موديلاتها بقى، سواء صيني سواء ايطالي سواء امريكي. لو بصينا على مجال مثلا الرخام والجرانيت، طبعا مجال شائك جدا جدا، والماكينات اللي فيها طبعا الكوست بتاعها عالي شويه. سواء مثلا ووتر جيت، ازاي اقطع رخام بالميه، طبعا الووتر جيت والماكينات اللي هي بتستخدم 3 اكسس الديزاين سهل، لان برسم اون لاينز، الماشين سهل برضه، بس الماكينه كماكينه طبعا فيها تكنولوجيا عاليه جدا، بتقطع ضغط عالي جدا، بوصل مثلا ضغط الميه ل 3800 بار، بتستخدم ماده الابريزيف رمله كده بحيث ان انا تساعدني في عمليه القطع. في منها الووتر جيت، في الماني ووتر فلو، ده بالنسبه لعمليه القطع. في مجال الرخام برضه في ماكينات سي ان سي زي مثلا البريتش كاتنج، عملية او الفريزل بريتش اللي هو زي بقطع تربيع بمقاسات معينة، في منها ماكينة سي ان سي. وبعد كده في الميلينج، في عملية الميلينج في الرخام والجرانيت، ازاي بعمل حلايا للأحواض، ازاي بعمل تيجان أعمدة، سواء بقى بستخدم برامج متطورة في عملية ديزاين زي السوليد ووركس او برامج الماكينة
يعني مثلا لو بصينا في ماكينه مثلا زي الانترماك، الانترماك لها برامج خاصه بيها، ستون كاد وستون كام وهكذا، الووتر جيت لهم برامج خاصه بيهم اللي هو الووتر كاد كام، لوجو تاج والماجيك تول والبوست بروسيسور. انا ممكن استخدم البرامج العامه زي الاوتوكاد. اهم حاجه اهم ما يميز اي ماكينه في مجال السي ان سي ان انا بعرف الاوبريتنج سيستم بتاع الماكينه اللي هي بتعمل كومبايليشن ازاي للجي كود والام فانكشن، وانا بشتغل على برامج اللي هو الماشينينج زي الارتي كام والباور ميل والسوليد كام والارتي كام باور ميل الفا كام ماستر كام، ابقى عارف ازاي اختار البوست بروسيسور المناسب للماكينه عشان الكفاءه، عشان اولا الماشينينج نفسه يبقى جودته عاليه جدا، احافظ على التولز، يبقى في اختزال للوقت. ده بالنسبه لمجال السي ان سي. اتمنى ان انا اقدر اقدم ماده علميه كويسه جدا. يعني طبعا انا في الوقت الحالي مشغول جدا، عايش بره مصر، طبعا مش مركز، عنده قيود ادبيه واخلاقيه بخليني ان انا كلامي يبقى مش واضح قوي. لازم في حاجات خاصه بعمليه التصنيع بيمتلكها المصنع ما اقدرش اتكلم فيه، فانا بحاول ادي فكره عامه وفكره دقيقه جدا على التصنيع والمنتج، وازاي بماكينه اطلع منتج كويس زي مثلا القهوه، ازاي اصنع ماكينه تعمل عمليه تحميص كويسه جدا، التحميص ازاي ابقى فاهم عمليه التحميص بمراحله على اساس استفيد من امكانيات الماكينه، الماكينه بكل انواعها سواء ماكينه اللي هو الدايركت هيتنج زي الدرام روستنج او الاير فلو او حتى الفلويد بيت. وان شاء الله يكون في ماده علميه كويسه. انا ان شاء الله انا ناوي يعني ان شاء الله سواء دلوقتي او بعدين ناوي يبقى لي يعني حاجه خاصه بالاستشارات الهندسيه اللي في مجال التصنيع، سواء في مجال القهوه، سواء في مجال الشوكولات، سواء في مجال التبريد والتكييف، سواء في مجال ماكينات السي ان سي. اقدم خدمه اولا استفيد منها ماديا، واقدم خدمه للناس، لان انا للمره الثانيه انا استفدت جدا بالمحتويات اللي الناس منزله، رفعت مستواي كويس جدا، سواء قدرت يعني في معلومات عشان كنت اقدر اوصل لها محتاجه كورسات ومحتاجه وقت، ومفيش وقت ومفيش ممكن يكون في التوقيت اللي انا كنت بدور عليه ما كانش فيه الفلوس الكافيه ان انا اخد الكورس العالي جدا، فعن طريق الانترنت وعن طريق ان انا بستخلص معلومات بشكل معين قدرت اوصل للي انا عايزه. وشكرا.